عبده. خلاص على فكرة هنطلب أكل هتدفع إيه؟ مش عايز حاجة من وشها، دي بخيلة عمالة تزلني على 200 جنيه. قربت. معلش والله ما هتدفع لنا مش هشيل عليكم يعني. اطلعي بره يا دعاء، اطلعي بره، اطلعي بره. خلاص بقى يا عبد. اطلعي بره، ما تقعديش على السرير. عبد الرحمن خلاص اجيب لك اللي انت عايزه. مش عايز حاجه من وشك، ان شاء الله اموت من الجوع. بس روحي بعد الشر. حاسبي يا دعاء. بس يا عبد بقى. لا مالكيش دعوه بيه. خلاص يا عبد. ما هناكل كلنا مع بعض. هناكل ايه؟ ده انا بقالي 7 ساعات يا هبه عماله اقول لها يا دعاء جعان، يا دعاء هموت من الجوع، انا معيش فلوس، يا دعاء هتزف، ده ايه القرف ده؟ خلاص يا عبد خلاص. عايز بنتي كمان. بس تعالى. ابعدي عني. بس. طب خلاص بقى ما تزعلش والنبي يلا. القرف ده. هناكل ايه بقى يلا والنبي؟ ماشي. بس يلا هناكل ايه؟ طب استني افكر. ايه؟ نفسي في حاجه بقى كده سلمون مثلا. انا ممكن اكل سلمون يا جماعه. الحاجات دي ما بتشبعش اصلا ولا اي ولا حاجه. ليه؟ لا ما نجيب كده مثلا شاورما ولا شيش طاووق فراخ كده يعني لحم. في ايه بقى يا مي؟ في ايه؟ انا عارفه انك زعلان مني يا هشام. لا 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 سيبك بقى موضوع زعلان مني ولا مش زعلان مني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ازاي انا هشام عشان اوصل لك لازم اكلم حد، لازم اوصل لك عن طريق شريف اولا. انا ردي عليا لو سمحتي، ردي عليا ما تسيبينيش كده. اظن من حقي اعرف انا اشمعنى انا بالذات اللي بيحصل معايا ده يا مي. انا اول مره في حياتي يحصل لي كده، أول مرة في حياتي ده يحصل معايا. أنا مش كويس، أنا مش كويس خالص يا مي. ليه كنت بتحسسيني إن أنا أهم واحد وأهم حاجة في حياتك، وفجأة فجأة بدون أي مقدمات ببقى نكرة؟ انت ازاي كنت بتستحملي تعملي معايا كده يا مي؟ مي انا كنت باجي على باب المكتب اقف زي الكلب، واقف زي الكلب على الباب بره مستنيكي تفتحي او تردي عليا. عارفه ليه؟ عشان اطمن عليكي بس. كل اللي كنت عايزه ان انا اطمن عليكي واعرف ان انت كويسه. انا مش عارف، انا مش عارف كل اللي فات ده كان ايه. كنا بنضحك على بعض زمان لما كنت بتقولي لي الحمد لله على وجودك في حياتي، والحمد لله ان انت موجود جنبي. انت زلتيني جامد يا مي، انت زلتيني جامد قوي. انا اتزلت معاكي وعشانك، اتزلت معاكي في كل اللي فات، واتزلت عشانك لما كنت ببقى عارف انك مع احمد، ببقى انا عارف ان انتوا الاتنين مع بعض. أقول يا رب أحمد ما يجرحكيش ولا يكسرك تاني. عمرك يا مي عمرك ما هتحسي باللي أنا حسيت بيه. عارفة ليه؟ عشان عمرك ما حبيتيني زي ما أنا حبيتك. أيوة يا مي أنا بحبك، أنا بحبك يا مي، بحبك وهفضل أحبك، بحبك وهفضل احبك، ومش هعرف احب ولا عاوز احب حد غيرك. كفايه قوي عليا انت، وكفايه حبي ليكي. بس انت عمرك ما قلتلي. ما قلتلكيش يا مي عشان انت كنت عارفه، انت كنت عارفه يا مي، وانا كنت خايف، كنت خايفه اما اقولك تبعدي عني وتسيبيني. بس انا دلوقتي خلاص مش قادر استحمل الوضع ده كده، كفايه قوي. يعني ايه يا هشام؟ يعني انا كنت مع احمد وحصل لي حاجات ما ينفعش احكيها لك انت بالذات. انا عارف يا مي، انا تقريبا عارف ايه اللي كان بيحصل بينك وبين احمد. بس انا كمان غلطان،
انا كمان غلطت لما قلتلكيش، بس اديني اهو دلوقتي بصحح غلطتي. انا بصلح غلطتي دلوقتي يا مي، انا بحبك وبقولك اني بحبك. تعالي نبقى مع بعض، تعالي نجرب، تعالي نجرب نبقى مع بعض يا مي لو سمحتي. عشان مش هعرف فجأة كده يعني. عشان انا مش عايزة اجرحك، انا اوريدي عملت كده مرة بضعفي، مش عايزة اعمل كده تاني، بس ارجوك بلاش نبعد عن بعض. خلاص يا مي، خلاص. خلي بالك من نفسك يا مي، خلي بالك من نفسك. لو سمحتي انزلي. هشام بلاش نعمل كده. لو سمحتي انزلي من العربية يا مي. بعد اذنك. خلي بالك من نفسك يا هشام، واعرف ان عمري ما كذبت عليك لما قلت لك انك اغلى واحد في حياتي.